الثانية من المرسوم بقانون رقم 2/2292 الصادر في 28 من رجب 1441 الموافق ل 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يمكن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم عندما تقتضي الضرورة لذلك، ونظرا لما تحتمه الظرفية المليحة من ضرورة الاستمرار في تطبيق التدابير والإجراءات المتخذة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بما فيها تدابير الحجر الصحي، ولضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات المعتمدة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد-19، فإن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم 22 أبريل 2020 إلى غاية يوم الأربعاء 20 ماي 2020 في الساعة 6 مساء، وحفاظا على صحة عموم المواطنات والمواطنين ومن أجل تجنيب بلادنا الأسوأ، أدعو الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا عند الضرورة، وكذا احترام التدابير الوقائية حماية لهم وللمجتمع.